استمرارا لسلسلة الاحتجاجات والتظاهرات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في مدينة تعز، تأتي هذه الوقفة الجديدة اليوم التي تجمع فيها أبناء مدينة تعز من مختلف المساجد والساحات للتضامن والتظاهر هنا ضد الإرهاب الصهيوني الذي يعني يمارس جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة وحاليا في رفح. وبالتالي هذه التظاهرة الجديدة اليوم تأتي للتنديد بكل هذه الجرائم الإسرائيلية وبالدعم الأمريكي، كما أنها تأتي لإعلان الدعم والتضامن للتظاهرات والاعتصامات التي تجري في الجامعات الأمريكية والأوروبية، وهي احتجاجات طلابية متضامنة مع الشعب الفلسطيني. يؤيد هؤلاء اليوم في هذه التظاهرة هذه المواقف وكل المواقف العربية والدولية في كل بقاع العالم التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني وتدعو لإيقاف الإرهاب والتنكيل بملايين أو بالملايين من أبناء هذا الشعب الحر. تؤكد تعز دائما موقفها الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتدعو المجتمعات العربية أو الحكومات العربية أو الحكام العربي لاتخاذ موقف تجاه هذه الجرائم، كما أنها تدعو المجتمع الدولي لوقف هذه المجازر الإرهابية في أسرع وقت وتوقف دعمهم للإرهاب الصهيوني. أيمن قائد من شباب تعز.